لعل خير. السيسي كان غايب فين يا جماعه الفتره اللي فاتت دي قبل ما يتكلم امبارح؟ تعالوا اقول لحضراتكم كان بيعمل ايه الاسبوع اللي فات ده كله، اسبوع سبعة ايام السيسي انجز فيهم، عمل ايه؟ شوف معايا. السيسي: افريقيا بحاجه لتمويل منخفض التكلفه لتمكينها من تنفيذ التعهدات المناخيه. ما شاء الله. كان بيقول ايه كمان السيسي؟ السيسي يشيد بالموقف البلجيكي الداعم للتهدئه والرافض لاستمرار التصعيد الجاري بغزه. لا مهم الكلام ده. السيسي يقدم التعازي في وفاة والد الأميرة رجوى الحسين زوجة ولي العهد الأردني. لا والله صاحب خير، لا لا صاحب واجب في الخير. ايه ده بقى؟ المفروض كده بالحاجات اللي عملها السيسي دي ان هو في منصب رئيس الجمهورية في اسبوع، عمل انتخابات في شنك وزورها من اولها لاخرها وصرف قد كده على من جيوب الناس، وطلع اعلامه يقول ان المصريين اختاروا له ولاية جديدة. علشان ايه في الاخر؟ علشان في انجازاته في وقت الدولة فيها مشاكل كبيرة يطلع يشكر بلجيكا ويعزي ولي عهد الاردن. يا سيد عبد الفتاح، اذا ما حدش قال لك فاحب اقول لك، في مشكلة سكر ومشكلة توم، مشكلة في البن، مشكلة في العيش والرز والكهرباء والدولار واللحمة، في مشاكل عند المصريين في البصل والبطاطس والحياة كلها، في اسعار أكبر من طاقة المواطن المصري بأربع أضعاف، في بلد منهارة اقتصاديا وانت عارف ان انت السبب في انهيارها، في ناس بتموت يا إما بالقتل بالخطف بالسرقة، في أسر بتتفكك بالطلاق من الفقر عشان الناس مش قادرة تاكل عيش. فينك يا عم عبد الفتاح؟ في شباب مش عارف يتجوز وناس عزيزة النفس مدد ايدها وشحتت بسببك. ايه؟ طب مفيش كلمة للناس دي؟ اطلع قول لهم اصبروا وستروا العجب العجاب. ولا انت دلوقتي بقيت تسمع لكلام الاجهزة الامنية اللي بتنصحك او حتى بتمنعك تتكلم علشان انت عارف وهم عارفين اكتر منك انك مستفز ومش عارف تدور البلد، ولا عندك حاجة تقولها للشعب وكل ما تطلع تكلم الناس بتغضب اكتر.